مارك اخبار يوميه السلام عليكم ورحمه الله أثار المبلغ الذي كلفه اقتناء الدراجة ثلاثية العجلات التي جرى اعتمادها كطاكسيات لأول مرة في مدينة الرباط أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عديدون أنها كلفت أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية الدراجات المعنية كان قد جرى تسليم الرمزي لمفاتيحها للمستفيدين يوم الاثنين الماضي وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لعدد من مشاريع تأهيل المدينة العتيقة. للرباط وهي الدراجات التي تم اقتناؤها في اطار مشروع تشرف عليه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ويهم النقل السياحي والايكولوجي لمدينه الرباط. وكاله المغرب العربي للانباء اوردت بهذا الخصوص ان الدراجات البالغ عددها 50 دراجه كلف اقتناؤها استثمارا اجماليا بقيمه 2.5 مليون درام. 250 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي رآه كثيرون مبالغًا فيه باحتساب قيمة 5 ملايين سنتيم كتكلفة إجمالية عن كل دراجة وببحث بسيط في المتجر الإلكتروني علي بابا يتبين أن هذه المنصة الإلكترونية تعرض دراجات شبيهة تصنعها شركة صينية حيث لا يتجاوز سعرها 780 دولار للقطعة أي ما يعادل 7456 درهمًا فقط اذا كانت الكميه المطلوبه 6 دراجات فاكثر وتم التواصل مع المندوبين التجاريين للموقع للتاكد من هذه الاسعار وكد الاطلاع على تكلفه شحن هذه الدراجات من مخازنها الاصليه نحو المغرب حيث اكدت احدى المؤسسات ان سعر النسخه الكهربائيه من هذه الدراجه يصل الى 1100 دولار للقطعه في حين يتجاوز سعر النسخه العاديه 900 دولار اما عن مصاريف الشحن فتؤكد المسؤوله ذاتها انه يكلف 200 دولارا امريكي عن كل دراجة ما يعني ان كل دراجة لن تكلف اكثر من 12400 درهم وهو المبلغ الذي يبقى اقل بكثير من 50 الف درهم خمسة المليون التي تضمنها المشروع المشار اليه شركة بناني بمدينة الرباط كانت الطرف الذي فاز في صفقة توريد الدراجات لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك في 30 غشت 2017 كما أكد لنا ذلك مالك الشركة الذي تحمل اسمه وردا على الجدل المطار يؤكد الحج بناني أن الدراجات المذكورة قد جرى تسليمها للمبادرة بسعر 41 ألف درهم معتبرا أن هذا السعر مقبول بالنظر إلى جودة المنتج وإلى تكلفة البطاريات المزودة بها ويتابع البناني في تصريح له أن الشركة وبعد أن حازت الصفقة في تنافس مفتوح مع شركة أخرى كلفت مسؤوليها بزيارة إلى جمهورية الصين لتوريد الدراجات التي تم تصنيعها تحت الطلب، كما أنها قامت بإجراء عدة تعديلات عليها بعد توريدها، خصوصاً ما يتعلق بالغطاء وبعض الإضافات المعدنية. من جهة أكد مصدر من ولاية الرباط الجهة صاحبة المشروع أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتضمن زيادة على الدراجات تكاليف متعلقة بالتكوين والألبسة لفائدة المستفيدين وغيرها. نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه